السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة كل يوم جمعة من World Sports على قناة الأهلي. أسبوع كان فيه تسليم جائزة البالون دور، كلنا شفنا الجوائز وكلنا تابعنا الحفلة، لكن كان فيه بعض علامات الاستفهام اللي كانت موجودة بخصوص تسليم البالون دور، وما هي المعايير وعلى أي أساس تم اختيار لعيبة المرشحة أو حتى اختيار اللعيبة أصحاب المراكز. طبعا نجمنا المصري محمد صلاح في المركز السادس علشان يكون سادس افضل لاعب في العالم من وجهة نظر الفرنس فوتبول، لكن في الفيفا وجوائز الفيفا حصل على المركز الثالث. كمان احسن لاعب في اوروبا هو من ضمن افضل ثلاثة، لكن بالمعايير اللي احنا شفناها وتابعناها وعشناها شفنا ان لعيبة كتيرة جدا اتظلمت قبل كده في اختيار افضل لاعب في العالم. مودريتش وصيف بطولة العالم 2018 وأيضا حاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، لكن السؤال هنا هل أنطوان جريزمان اللي حاصل على بطولة العالم وكأس العالم 2018 والحاصل على اليوروبا ليج والسوبر الأوروبي وأفضل لاعب في اليوروبا ليج لا يستحق؟ لو بنتكلم بالأرقام وبنتكلم بالبطولات سواء الفردية أو سواء مع المنتخب. كمان بنتكلم على واحد من النجوم زي دي ماريا لما في 2014 حقق دوري الأبطال وحقق وصيف بطولة العالم مع الأرجنتين وساعتها كان موجود مع ريال مدريد. كمان بنتكلم على إنيستا وعلى تشافي مع المنتخب الأسباني بطولة كأس العالم وبطولة دوري الأبطال مع برشلونة، فرانك ريبيري 2013، حاجات كتيرة جدا. ولو احنا رجعنا بالزمن لورا هنلاقي إن فعلا علامات استفهام حوالين اختيار أفضل لاعب في العالم. لازم يكون في شفافية، لازم يكون في معايير علشان يتم الاختيار بيها. الفيفا احنا عارفين ان انت عندك اربع معايير بتختار بيها افضل لاعب في العالم. عندك 25% صحفيين، 25% مدربين منتخبات وطنيه، و25% كباتن المنتخبات، و25% جمهور. لكن البالون دور والفرنس فوتبول هي فقط جائزه للصحفيين الرياضيين اللي بيتم اختيارهم من قبل مجله الفرنس فوتبول. محمد صلاح بيتفوق على رياض محرز بتقدمه مركز وحيد علشان يكون أول لاعب عربي ويعني مصري يحصل على اللقب في المركز السادس من الفرنس فوتبول. لاعب الأفريقي الوحيد اللي حققها هو جورج وايا الأسطورة الليبرية واللي كان واحد أفضل من لعيب العالم مع إيسي ميلان. فعلشان كده عندنا كلام كتير جدا بيخص البالون دور هنتكلم عليه. أيضا عندنا النهاردة لقاء مهم جدا جدا جدا، يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة. كمان عندنا جولات جديدة بتبدأ من بكرة في الدوريات الكبرى سواء الإنجليزي والإسباني والإيطالي، والأسبوع القادم إن شاء الله هيكون أسبوع حاسم في دوري الأبطال وآخر الجولات وليفربول ونابولي، وهنشوف هل فريق ليفربول هيقدر يفوز على نابولي في الأنفيلد ويصعد مع باريس سان جيرمان اللي بقى قريب جدا جدا من الصعود. عندنا كذا ماتش او كذا ملحمه كرويه هنستمتع بيها وهنتكلم عليها اكتر ان شاء الله، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي اخبار وورلد سبورتس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، ومكملين معاكم في وورلد سبورتس. ويعني اتكلمنا على الكرة الذهبية قبل ما نروح لفاصل، وهنرجع وهنتكلم عليها بالتفصيل وهنتكلم على الجوائز وهنتكلم أيضا على معايير الاختيارات وكل ما يخص الكرة الذهبية، لكن سريعا هنروح للصحف العالمية علشان نتابع ما هو جديد في الصحف العالمية واللي أصدرت صباح اليوم. وهنروح ونبدأ من إنجلترا ونروح للجارديان ونشوف بتقول ايه. الجارديان الانجليزية طبعا بتتكلم على تصريحات فرانكي ديونج نجم اياكس، وان هو قال اريد ان انهي الموسم بشكل جيد مع الفريق الهولندي وبعدها سنرى ما سيحدث. واضافت الصحيفة ان جو جوميز لاعب ليفربول هيغيب عن صفوف الفريق لمدة 6 أسابيع بسبب كسر في القدم. نروح للميرور، والميرور بتتكلم على ستوريج المخادع، تصريح قوي من فان دايك ضد مهاجم ليفربول ويتهمه بادعاء التمثيل. واضافت الصحيفه
طبعا ان ملعب ويمبلي الفارغ لم يعد جيدا بعد الان. ديلي اكسبريس الانجليزيه: ادعاء التمثيل لستورج يغضب مدرب بيرنلي، الاخطاء القويه افضل من التحايل بالسقوط. وتابعت داني روز لاعب توتنهام يقول: لا يمكننا الانتظار لمغادره ملعب ويمبلي. ديلي ستار الانجليزيه: غش شون دايك يهاجم ستورج الغواص. ونوهت الصحيفة: داني روز يفتقد المنزل. المنزل هو ملعب توتنهام، ملعب ويمبلي طبعا. نروح لإيطاليا نشوف الكلام على الديربي أو المباراة المرتقبة ما بين يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، هي موقعة مرتقبة بكل المقاييس. الجازيتا ديلو سبورت الإيطالية: يوفنتوس وإنتر ميلان الظواهر، لقاء مميز، إيكاردي وشركائه ضد الفضائيين بقيادة كريستيانو رونالدو. أليجري يفكر في دوري أبطال أوروبا، سباليتي يطلق النار. ونقلت الصحيفة تصريحات للبييرو قائلا: السيدة العجوز تفوز متى تريد. والظاهرة رونالدو يصرح: أنا وكريستيانو نتحد في الأهداف وليس في كرة القدم. كوريري ديلو سبورت الإيطالية: الليلة يوفنتوس وإنتر ميلان السوبر كلاسيكو الخاص بإيطاليا، وجها لوجه رونالدو وإيكاردي، الاشتباك الأكثر إثارة. وأضافت: أليجري يحاول خفض التوتر ويقول مباراتنا ضد يانج بويز أكثر أهمية. وأسباليتي يصرح إن يوفنتوس ليس مجرد رونالدو فقط. طبعا ساري الأزمة الأولى إنه يسير بشكل أسوأ من كونتي، ده بالنسبة لساري مع تشيلسي. وبوكا جونيورز في مدريد وكارلوس تيفيز غضب. توتو سبورت الإيطالية: يوفنتوس وإنتر الليلة الصدام المرتقب، وألكساندرو يوافق على تجديد عقده حتى 2023. نروح لأسبانيا والصحف الأسبانية. نروح نبدأ بماركا ونشوف أبرز العناوين: إسكو وأسنسيو يكسبان النقاط، وجونيور يهز الشباك مع الملكي. وتابعت الصحيفة: إسكو وأسنسيو يوقعان على الثنائية أمام ميليريا في الكاس، ورودريجو حضر اللقاء من المدرجات. وأوضحت أن المفاوضات بين ريال مدريد وإسبانيول بشأن المدافع ماريو تجمدت في الفترة الحالية. وطبعا السلطات الإسبانية تحذيرات وكلام على مباراة بوكا جونيورز اللي هتقام في إسبانيا، وكان كلام لقائد ألتراس بوكا جونيورز علشان يتم تحذيره ويقولوا له اللي حصل في الأرجنتين لا يمكن أن يحدث في إسبانيا. موندو ديبورتيفو الإسبانية: خطة تريكي. وأضافت جوهرة أكاديمية لاماسيا: لديه 19 عام ويملك الكثير من الموهبة والرؤية داخل الملعب، لكنه الآن سيعمل على الجانب البدني. نروح لسبورت الكتالونية: فالفيردي يريد صفقة جديدة. المدرب يرى أن الفريق الكتالوني يحتاج لصفقة في يناير، ويتفاوض بالفعل مع 4 لاعبين شباب، والتعاقد سيكون 6 شهور فقط. نقلت الصحيفة تصريحات دينيس سواريز لاعب برشلونة الذي أعرب عن عدم سعادته في الوقت الحالي بسبب قلة مشاركاته. وكلام أيضا عن ريكي اللي قال: أحاول اللعب في الكامب نو مثلما لعبت في ملعب ريديف برشلونة. نروح لسوبر ديبورتي الأسبانية: بداية جديدة للنهائي فالنسيا، ولقاء مرتقب أمام أشبيلية بكرة، ويسعى رودريجو للظهور بمستوى جيد كما يسير جوديس على خطة علاج جديدة. جريدة الأس: كان الأفضل في مباراة أعجبت الجماهير، وأسنسيو وإسكو يبحثان عن فرصة أخرى. ريال مدريد بيفوز بنتيجة 6-1، وسولاري: أنا سعيد من أجل النتيجة. وليفينيسيوس جونيور واللاعبين الشباب: ريفر بليت أمام بوكا جونيورز يوم الأحد 9:30 بتوقيت القاهرة. وروجيريا الأرجنتين: ليست ما رأيناه على ملعب مونيمنتال، وأعتقد أنه من الغريب أن تقام المباراة في مدريد، إنها عقوبة كبيرة للغاية. نروح لفرنسا صحيفة ليكيب: مارسيليا يقع في الفخ ومدربه رودري غارسيا لا يجد الحلول. وطبعا تأجيل عدة مباريات بالجولة 17 من الدوري على خلفية الأحداث اللي تقام في فرنسا. نروح لبروفانس الفرنسية: رودي غارسيا يواجه أزمة في مارسيليا. رودي غارسيا المدير الفني السابق لفريقهم أكيد كلنا عارفينه، هو مدرب واعد لكن انتقاله للدوري الفرنسي خطوة ليست بالجيدة. نيس متان الفرنسية تحدثت عن تأجيل مباراة فريق نيس مع موناكو أكثر من مجرد مباراة كرة قدم. نروح للصحف الألمانية، الصحف الأكثر مصداقية من وجهة نظري، لفوسبول بيلد الألمانية:
ليفاندوفسكي الان نحاول صيد بروسيا دورتموند في اشاره الى مطرف الفريق بافاري لاسود الفستيفال. عقد جديد لفيرنر حيث يستعد نادي لايبزيغ الى تمديد عقد مهاجمه الالماني. واخيرا فاز الالمانيه تيديسكو يقسم على الديربي في اشاره الى تصريحات دومينيكو تيديسكو مدرب شالكا وثقه في حظوظ فريقه خلال مواجهه بروسيا دورتموند. خلصنا الصحف ونرجع ليكم تاني ونبدا بقى معاكم في الكره العالميه او الكره الذهبيه واختيار البالون دور 2018. زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا كذا معيار من وجهه نظري محتاج ان احنا نفهم ازاي بيتم اختيار افضل لاعب في العالم. لوكا مودريتش تم اختياره في 3 جوائز متتاليه في عام 2018. اول جائزه هو افضل لاعب من قبل الفيفا، ثانيا افضل لاعب في اوروبا، وثالثا افضل لاعب من الفرنس فوتبول البالون دور. في كلام كتير بيتقال زي ما حضراتكم سامعين ان دور الانديه ودور رؤساء الانديه بيكون حاسم بعض الشيء في بعض القرارات، وفي كلام بيتقال ان ايضا اشمعنى مودريتش بالمعايير اللي تم اختياره عليها سواء مع فريق وفوزه بدوري الابطال او وصيف بلاده مع كرواتيا في بطوله كاس العالم 2018، وان في اكثر من نجم حقق نفس الانجاز وممكن يكون كمان انجاز اقوى زي ما انطوان جريزمان قلت لحضراتكم انه حصل على بطوله كاس العالم وحصل على اليوروبا ليج مع اتلتيكو مدريد وحصل ايضا على السوبر الاوروبي امام ريال مدريد وحصل على افضل لاعب في اوروبا مع فريق اتلتيكو لكنه في الاخر حصل على المركز الثالث. كمان رونالدو اللي تالق مع ريال مدريد الموسم الماضي وحصل على دوري الابطال، ممكن يكون في كاس العالم لم يوفق مع منتخب بلاده لكنه ادى بشكل جيد جدا، حتى بدايته مع يوفنتوس الموسم الحالي بيحطم كل الارقام القياسيه. كمان ريفيري في 2013 مع المنتخب الالماني ومع بايرن ميونخ على الصعيد الاوروبي، كمان بنتكلم على دي ماريا في 2014 لما حصل على الوصيف في بطوله كاس العالم وحصل ايضا على دوري الابطال مع ريال، كلام كتير جدا. عندنا تشافي، عندنا انيستا في 2010، يعني احنا بنتكلم على ان اخر لاعب حصل على كرة ذهبية هو كان ريكاردو كاكا في 2007، بعديها من 2008 ل 2018 10 سنين احتقار ما بين ميسي وما بين رونالدو، علشان يعني هم شايفين كده، يعني القائمين على كرة القدم شايفين ان جه الوقت اللي حقبة رونالدو وميسي تنتهي وياتي لاعب اخر زي لوكا مودريتش يحقق الانجاز. طبعا لوكا مودريتش لا يمكن هيحقق الانجازات اللي حققها الموسم الحالي ده لو كمان كمل في مع ريال مدريد الموسم القادم، لكن انا اعتقد وانا شايف ان ممكن يكون في بعض الاستغناءات اللي هتكون على الفريق الملكي في نهايه الموسم الحالي. عندنا معدل اعمار في السن عالي، عندنا توني كروس، عندنا لوكا مودريتش، عندنا لعيبه ممكن كريم بنزيما دخل في الثلاثينات عنده 31 سنه، وبالتالي احنا بنتكلم على اعمار ومعدلات اعمار لابد ان يتم تعديلها من فريق ريال مدريد بنهايه الموسم الحالي، وهنشوف هل ريال مدريد هيتعاقد مع لعيبه في موسم الانتقالات الشتوية القادم اللي هيكون بعد أيام، ولا هيصبر لنهاية الموسم ويبدأ في شهرين انتقالات صيفية براحته ويبدأ أنه يدعم الفريق لو سولاري كمل بنفس المستوى اللي مكمل عليه مع فريق ريال. هنروح لأول فيديو موجود معنا خاص بالكرة الذهبية، وهو الفيديو الخاص بكيفية التصويت على الكرة الذهبية. فيديو هيشرح لحضراتكم ازاي مجلة فرانس فوتبول بتختار المعايير. المعايير اللي احنا كلنا بنتكلم عليها، المعايير اللي احنا عايزين نفهم كمشاهدين كرة القدم ازاي بيتم التصويت على اختيار لاعب، وهل في نقاط او عدد من النقاط اللي بيتم منحها للاعب على كل بطولة بيحققها، او على كل لقب فردي بيحققه، او على كل لقب جماعي، ولا هو الموضوع بالحب والكره؟ هل هو الموضوع علشان انا من البرتغال فاختار رونالدو، ولا علشان خاطر انا من كرواتيا فاختار مودريتش، ولا الموضوع ايه بالظبط؟ كان في صحفي من ترينداد وتوباجو اتكلم وقال وصرح وكتب على تويتر الخاص بيه انه في حق ان هو صوت بنظام وبترتيب معين في البالون دور 1 2 3 4 5، واكتشف ان اللعيبه اللي تم التصويت ليهم هم لعيبة مختلفين تماما عن اللي تم اختياره. يعني هو أدلى بصوته للعيبة معينين، جه لقى لما اختياراته اللي فرانس فوتبول وضعتها اختيارات خاطئة لما هو اختار من قبل اللعيبة المرشحة لجائزة البالون دور. هنروح لأول فيديو ونشوف ازاي بيتم التصويت على الكرة الذهبية.
ده كان معيار الاختيار لجائزة أفضل لاعب في العالم، وهي عن طريق عدد النقاط. صاحب المركز الأول بيحصل على 5 نقاط، والثالث والتاني 3 نقاط، والأخير هو صاحب أقل عدد من النقط، ويبدأوا إن هم يجمعوا عدد النقاط ويشوفوا مين أكتر لاعب هيحصل على عدد من النقاط. مودريتش هو أفضل لاعب في العالم من قبل الفرنس فوتبول وجائزة البالون دور اللي أقيمت في فرنسا ضمن يعني مع الأحداث السياسية الرهيبة اللي بتحصل في الشارع الفرنسي، لأن فرنسا أبت أن تخرج بالشكل المعروف عنها وهو النظام، وهو دايما الشياكة والأناقة حتى في تسليم جائزة الأفضل في العالم. هنشوف ونتابع تتويج مودريتش بجائزة البالون دور 2018 ورد فعله، اللي كان طبعا يعني واضح عليه ان هو كان يعني بيختتم حياته الكروية او بيختتم الطفرة اللي وصل لها مع منتخب بلاده مع ريال مدريد بثالث جائزة لي عالمية في 2018. ونرجع نكمل مع حضراتكم. طبعا ده كان يعني الرد الفعل الخاص بمودريتش وفوزه وتسليمه لجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفرنس فوتبول والبالون دور 2018. وزي ما قلت لحضراتكم أنا أعتقد أن دي آخر موسم بالنسبة لمودريتش في تحقيق الألقاب الفردية. مودريتش مع ريال مدريد بعد بطولة كأس العالم مش بيأدي بالشكل المطلوب ولا بيأدي بالشكل اللي حققه مع فريقه الموسم الماضي وأيضا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم. لكن الأهم والأعظم من تسليم جائزة مودريتش ورد فعله هو رد فعل والد ووالدة مودريتش في لما عرفوا أن ابنهم فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم. مش بتكلم على رد الفعل كمان في الحفلة، ده كمان لما طلبوا منهم التسجيل قبل ما يتم تسليم مودريتش الجائزة بيوم، ورد فعل وشعور الوالد والوالدة اللي أكيد ليهم فضل عليه كبير جدا جدا لما يشوفوا ابنهم في يوم من الأيام هو أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية. إحساس جميل جدا وإحساس مفيش أكتر منه، فرحة للأب أو للأم لما يشوفوا ابنهم هو أحسن واحد في العالم. وكمان زوجتك وأولادك لما يشوفوا الكلام ده على الطبيعة ومن مسرح الأحلام أو مسرح تسليم جائزة البالون دور، فده شرف ما بعده شرف. ووجود أيضا محمد صلاح ضمن أفضل 6 لاعبين في العالم ده شيء يشرفنا كمصر ويشرفنا كعرب، لكن عدم وجود ميسي ومحمد صلاح ورونالدو في الحفلة طفوا كتير جدا من رونق وجمال ونجومية الحفلة. 2 لعيبة أو 3 لعيبة، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محمد صلاح وهداف الدوري الإنجليزي، وأيضا رونالدو أفضل لاعب 5 مرات في البالون دور وميسي 5 مرات، فعدم وجودهم ده عليه علامات استفهام. ولابد أن يعني كان يعني يتم التعامل مع الأمر والموضوع من فرانس فوتبول بشكل أفضل من كده. هنشوف رد فعل والد ووالدة مودريتش ونرجع نكمل تاني. أنا قلت 3 لعيبة ما كانوش موجودين في حفل اختيار أفضل لاعب في العالم، لكن اللاعب الرابع اللي أنا نسيت أقول اسمه هو لاعب مهم جدا، هو لاعب يعني حديث الساعة وحديث الصحافة، هو اللاعب المنتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عن طريق 222 مليون يورو، وهو اللاعب نيمار جونيور. نيمار جونيور طبعا عنده عدد متابعين بالملايين على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وبالتالي في الوقت اللي كان بيتم تسليم جائزة البالون دور أو في يعني نفس الوقت اللي كانت بتقيم فيه الحفلة بشكل عام، عمل رد فعل أنا أعتقد أن فيه استهزاء كبير جدا بالجائزة وبالمقيمين على الجائزة. لكن هنتكلم بالحق أن نيمار لا يستحق أن هو يكون موجود من ضمن أفضل لعيبة في العالم بسبب الإصابة في الموسم الماضي، وأيضا مع منتخب بلاده لم يقدم مستوى جيد أو مردود جيد. لكن نيمار عمل إيه؟ نيمار كان مشغول بلعب كول أوف ديوتي على البلاي ستيشن، مش بس كان مشغول ده كمان صور نفسه بالفيديو ونزلها على الانستجرام علشان تكون مسج اندايركت او مسج غير صريحه للبالون دور ولمجله فرانس فوتبول. زي ما انتم مشغولين انا برضو اعتذرت عن الحفله علشان كنت مشغول جدا وكان عندي حرب في كول اوف ديوتي. تعال نشوف ازاي نيمار كان مشغول عن الحفله بالبلاي ستيشن ونرجع نكمل معه. ده سبب اعتذار نيمار عن حفله البالون دور. بلاي ستيشن مهمه لبعض لاعبي كرة القدم عن وجودهم في بعض المناسبات الخاصة بكرة القدم. واضح ان نيمار
كل علاقته بالكرة التدريبات والمباريات، لكن الأحداث المحيطة بالكرة هو لا يتابعها. ماشي، مفيش شك أن أي مدير فني بيعمل إنجاز وبيطلع لاعب وبيكون ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على لاعب، أكيد شيء بيصفه جدا وشيء بيسعده. على مر التاريخ شفنا مدربين كتير جدا خرجوا لعيبة وأساطير، يعني لو هنتكلم على كريستيانو رونالدو فبنتكلم على سير أليكس فيرغسون، بنتكلم على ميسي فبنتكلم على فرانك ريكارد وجوارديولا إلى حد ما، لو بنتكلم على محمد صلاح فبنتكلم على نادي المقاولين العرب وبازل السويسري، لكن ديشامب وامبابي هي علاقة من نوع خاص واحتفال من نوع خاص. لما تم اختيار امبابي لجائزتين، اول جائزه هي جائزه كوبا لافضل لاعب صاعد تحت 21 سنه في العالم، وكمان حصوله على افضل لاعب في المركز الرابع بعد مودريتش ورونالدو وجريزمان، لكن الاحتفال كان مختلف ما بين ديشامب وبين امبابي. تعالوا نشوف. يعني شفنا امبابي والدنيا عندهم سهله ولطيفه ولذيذه، ما عندهمش اي مشاكل، ودايما النجوم لما بيكون عليها محط الانظار بتتصرف بشكل تلقائي، وده حاجه اكيد الجمهور بيحبها، سواء جمهور باريس سان جيرمان او الجمهور الفرنسي او جمهور كره القدم بشكل عام. لكن من البالون دور اللي بعض الاخبار المهمه في الكره العالميه بشكل عام، هنتابع كل ما هو جديد حصل في الاسبوع الماضي، وكمان بالاخص قبل مباراه انتر ويوفنتوس، وكمان ابرز الاخبار اللي بتتكلم عن الانتقالات الشتويه اللي خلاص ناقص اقل من 3 اسابيع علشان يبدا ميركاتو شتوي جديد. وبدايه رسميا، غياب هولدنج لاعب ارسنال لمده من 6 ل9 شهور بسبب الاصابه بتمزق في الرباط الصليبي. هولدنج لاعب أرسنال إصابة في المباراة الأخيرة مع نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي، وبالتالي هيغيب من فترة ل6 ل9 شهور. في مثل هذا اليوم ولد أسطورة نادي تشيلسي جون تيري، بيكمل عامه 38 سنة، حقق فيهم 17 لقب. كل سنة وانت طيب يا تيري. لكيب إدارة ليون لن تعارض مغادرة نبيل فقير في الانتقالات الشتوية، ده في حالة وجود عرض رسمي وعرض يليق باللاعب والنادي. تيليجراف، ديونج فضل الانتقال لنادي باريس سان جيرمان، الصفقة ستكلف 75 مليون يورو في الصيف المقبل. ديونج اختار الفلوس على حساب التاريخ، وبالتالي اللاعب هو اللي هيكون خسران. وافتكروا كلام رسميا، كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر في نادي يوفنتوس. رونالدو بيكمل في مسلسل تحطيم الأرقام وهو عنده 34 سنة. سباليتي قبل مباراة اليوم وكلامه على المباراة بيقول إن هناك فجوة كبيرة في الجدول وهيكون من الصعب تعويضها. هذه هي الأخبار السيئة، والخبر السار هو أن هناك فرصة لتقليل الفارق، وإنه هيلعب اليوم لتعويض عدد النقاط ما بينه وما بين يوفنتوس. أليجري بيسألوه عن نقطة قوة الإنتر، رد وقال هو فريق قوي ومهاري وسريع ولديهم هداف مذهل مثل إيكاردي. أليجري طبعا كلام محترم جدا جدا جدا. نروح لعطل فني وراء تحطم طائرة مالك ليستر، ودي كانت بعض يعني الكلام اللي كان بيقال في الفترة الأخيرة على يعني بنتكلم على طائرة ليستر والتقرير اللي طلع عليها، ان او التقرير طلع من الشرطة الجنائية اللي بتتكلم على التقرير اللي خرج ان حصل عطل فني حدث فجأة، وان ديل الطيارة انفصل عن جسم الطيارة في الوقت اللي كان الطيار بيجهز للهبوط، واللي أدت إلى سقوط طائرة ملك نادي ليستر سيتي، واللي أدت إلى وفاته اللي طبعا كان عمره 60 سنة في مشهد مروع ومشهد لا يمت بصلة إلى طبعا يعني كرة القدم، لكن هو كان من ملعب ليستر، وبالتالي حصل عطل فني. ده كان آخر تقرير آخر تقرير عن العطل الفني الخاص بطائرة ملك ليستر سيتي.
طيب نروح لأرسنال، وأرسنال يحذر لاعبيه المتورطين في الحفلة المشبوهة اللي خرجت السوشيال ميديا تتكلم عليها، وبيقول النادي أرسنال كان في قبل المباريات اللي موجودة في دوري الإنجليزي إن حضر الحفلة بعض لاعبي أرسنال اللي تعاطوا بعض الكحوليات قبل المباراة، وده شيء أكيد يعني ما ينفعش لاعب كرة قدم محترف يكون متورط في مثل هذه الأمور، لكن الكاميرات خرجت الصور وخرجت الفيديوهات وبينت اللعيبة اللي كانوا موجودين في الحفلة، أكيد طبعا ما ينفعش أن يكون موجود معانا، لكن الصور موجودة على السوشيال ميديا، لكن احنا طبعا رفضنا الصور تكون موجودة وما حبيناش أن الصور نعرضها لحضراتكم، لكن خبر اكيد يعني ملوش علاقه بروح ولا القيم ولا السلوكيات الخاصه بكره القدم. الحفله كان فيها 7 لعيبه من نجوم نادي ارسنال بدون يعني ما نخش في تفاصيل، لكن لاكازيت ومختريان وجندوزي ومصطفي واوباميانج وكولاسيناك ومسعود اوزيل. طيب فشل المحاوله الاخيره لبوكا جونيورز للحصول على كوبا ليبرتادورس، ان فشل مسؤولي فريق بوكا جونيورز للارجنتيني في مره اخرى في سعيهم على الحصول على لقب كوبا ليبرتادورس على حساب ريفر بليت، وكان في كلام ان بوكا جونيورز عايز يحتسب المباراه لصالحه زي ما استندوا لاحداث 2015 اللي كانت في دور الثمانيه ما بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، لكن كانت على ملعب لابومبونيرا ملعب بوكا جونيورز لما بين الشوطين احد الجماهير القى قنبله مثيره للدموع وقنبله فيها بعض الدخان اللي ادى الى اختناق لاعبي ريفر بليت اللي انسحبوا من المباراه بتقارير من الحكم، وادى الى فوز ريفر بليت 3-0. في السنه دي ريفر بليت صعد للمباراه النهائيه وفاز باللقب كوبا ليبرتادورس، والمباراه خلاص يعني اتحاد الكومين بول رفض طلب بوكا جونيورز بالحصول، والفريقين حاليا موجودين في مدريد علشان يلعبوا على ملعب سانتياغو برنابيو اللي هيكون هو معقل المباراة اللي هتحدد مين الطرف الأخير في كأس العالم للأندية. طيب 4000 شرطي لتأمين السوبر كلاسيكو في مدريد، كانوا 2000 في الأرجنتين، وبالتالي اتضاعف العدد في سانتياغو برنابيو وفي مدريد علشان يكون موجود 4000 شرطي لتأمين المباراة بشكل صح وبشكل أكيد. يعني في الأول وفي الآخر احنا عارفين ان الجمهور الأرجنتيني هو جمهور مشاغب، لكن هل مدريد هتسمح ان يكون في شغب، ولا الشرطة الأسبانية هيقدروا ان هم يعني يلموا كل الأمور ويسيطروا على كل ما هو موجود داخل الملعب وخارج الملعب؟ نروح لبعض أخبار لاعبينا المحترفين في الخارج ومحمد صلاح و توجيه رسالة لذوي الاحتياجات الخاصة في ليفربول. محمد صلاح كان موجود في حفل بينظمه نادي ليفربول لذوي الاحتياجات الخاصة، وزي ما حضراتكم شايفين بعض الصور اللي موجودة من الحفل الخيري من بعد ساعات أو قبل ساعات من خوض مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي. صلاح كتب على حسابه الشخصي تويتر: واحدة من لحظاتي المفضلة التي جاءت متأخرة هذا الموسم، أشعر بالفخر والامتنان وأتطلع لإعادة تلك اللحظات مرة أخرى قريبا. ويستعد الفرعون المصري محمد صلاح لمباراة ليفربول وبورنموث اللي هتقام إن شاء الله بكرة في الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة 16 في الدوري الإنجليزي البريمير ليج. سارة عصام أفضل رياضية عربية في إنجلترا لعام 2018، توجت المصرية سارة عصام لاعبة المنتخب الوطني وفريق ستوك سيتي للسيدات بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018 واللي بتقدمها مؤسسة لندن العربية. وأعلنت المؤسسة العربية إن أسماء أو اسم سارة عصام جه في المركز الأول في كل المجالات، وجاءت أفضل رياضية من نصيب سارة عصام أول محترفة مصرية عربية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم السيدات. سارة عصام عندها 19 سنة، انتقلت من وادي دجلة إلى ستوك سيتي في 2017. أجري بيستدعي أنني لمباراة النيجر. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكي خافير أجري المدير الفني للفريق الوطني على استدعاء الدولي محمد النني لاعب أرسنال، بغض النظر عن غيابه المؤكد عن مباراة الفراعنة المقبلة أمام النيجر في ختام مشوار الفريق بالتصفيات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.
مواجهة مصرية بين حجازي والمحمدي في الشامبيونشيب، يحتضن ملعب ملعب فريق حجازي فريق المحمدي اسف استون فيلا في العاشرة مساء اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي ويست بروميتش البيون واستون فيلا ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تشامبيونشيب. والمباراة تشهد مواجهة مصرية بين المحمدي وبين أحمد حجازي ثنائي المنتخب الوطني. مدربة محمد صلاح ورمضان صبحي يتنافسان على جائزة الشهر بالدوري الإنجليزي. كشف الاتحاد الإنجليزي كرة القدم عن المرشحين لحصد جائزة مدرب شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي، وضمت قائمة المدربين يورجن كلوب وديفيد فاجنر ومدرب هادرسفيلد وأيضا بيب جوارديولا ورافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل وموريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام وماركو سيلفا مدرب إيفرتون. هنشوف مين اللي هيحصل على الجائزة أفضل مدرب في الشهر الأخير، حصل عليها مدرب بورنموث خلال شهر أكتوبر الماضي. مكملين مع حضراتكم ولسه عندنا أخبار، لكن هنروح نشوف بقى نتابع معاكم ظاهرة في الملاعب وعلى غرار مباراة توتنهام وليفربول. وزي ما حضراتكم شايفين يعني نعرض معاكم كده أبرز الغرائب اللي موجودة في عالم كرة القدم. يعني ده قدام حضراتكم ملعب ليفربول، ملعب الأنفيلد وملعب إيفرتون اللي موجود على الجانب الآخر من المدينة، هو ديربي الميرسيسايد. الميرسيسايد هي المقاطعة اللي موجودة فيها الملعبين 950 متر. أشرح لحضراتكم سريعا ليه الملعبين دول موجودين جنب بعض. في يعني ما قبل التسعينات وفي الثمانينات كان نادي إيفرتون بيلعب على ملعب الأنفيلد الخاص برئيس نادي ليفربول، واللي هو كان موجود من ضمن المحافظين في حزب السياسة. الحزب كان بيتعارض مع جمهور نادي إيفرتون اللي انفصلوا عن مالكه وحبوا ان هم يعملوا ملعب خاص بيهم في الوقت اللي رئيس نادي ليفربول أسس نادي ليفربول وبقى ده ملعبه وملعب ليفربول على الجانب الآخر من الملعب. المساحة ما بين الملعبين هي 950 متر، فدي واحدة من أقوى الدربيات وواحدة من أقرب ملاعب كرة القدم اللي موجودين ومن أغرب الظواهر اللي موجودة في عالم كرة القدم. طبعا ده في صربيا ريد ستار وبارتيزان، وزي ما حضراتكم شايفين نفس الفكرة، دي عاصمة بلغراد عاصمة صربيا. الملعبين يعني بنتكلم في مسافة أقل من 950 متر، لكن كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين بتعمل ظواهر غريبة جدا وبتعمل حاجات احنا ما بنشوفهاش، لكن حبينا ان احنا نعرض لحضراتكم ظاهرة أقرب الملاعب اللي موجودة في المدن وازاي دربيات بتكون دربيات وازاي الحماس والتعصب اللي بيكون موجود في صربيا. طبعا ده يعني اسكتلندا ديربي وديربي او ديندي وديندي يونايتد، والملعبين زي ما حضراتكم شايفين يعني لو واحد شاط كوره من ملعب هتروح للملعب الثاني والعكس صحيح، فانا ما اعتقدش ان بيتلعب لقائين في وقت واحد طبعا بسبب الممكن الاحداث اللي تكون فيها بعض الحماس من الجمهورين، وبالتالي ده بقى اقرب الملاعب اللي موجوده في عالم كره القدم، والمسافه زي ما حضراتكم شايفين مش هتكمل 100-200 متر ما بين الملعبين. نروح لأهم لقاءات المباريات اللي موجودة في شهر ديسمبر، وعندنا مواجهات قوية جدا. دايما هو شهر ممتع سواء في الدوريات المحلية أو كمان في بطولات دوري الأبطال أو في اليوروبا ليج، عندنا لقاءات قوية جدا جدا سواء اتلعبت زي ما شفنا مباراة أرسنال وتوتنهام ومباراة ليفربول وإيفرتون. فهنشوف مع حضراتكم هنعرض دلوقتي يعني ابرز المواجهات اللي هتكون موجوده ان شاء الله في شهر ديسمبر. اي سي ميلان وفيورنتينا وانتر ونابولي وليفربول وارسنال ورينجرز وسلتيك، يعني رينجرز سلتيك في الدوري الاسكتلندي، تشيلسي ومانشستر سيتي واسبانيول وبرشلونه واتلانتا وبورتلاند، وعندنا مباراة في الدوري الألماني دورتموند وشالك. فاينورد وبي اس في اين هوفن ومانشستر يونايتد وارسنال، دي اتلعبت خلاص وانتهت المباراة 2-2، كانت مباراة ممتعة. واليوم مباراة يوفنتوس وانتر. ريفر بليت وبوكا جونيورز دي هتكون يوم الاحد ان شاء الله، وبرشلونة وتوتنهام في دوري الابطال وليفربول ونابولي في دوري الأبطال.
مانشستر سيتي وايفرتون وتورينيو ويوفنتوس وليفربول ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الالماني. ارسنال وسبيرز هتلعب دورتموند ومونشن جلادباخ، وطبعا ده كان يعني كاس العالم للانديه اللي هيبدا يوم 12، وايضا يوفنتوس وروما، ماتشات قويه جدا 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 هنستمتع بيها في شهر ديسمبر. كأس العالم نهائي لبطولة كأس العالم للأندية هتكون يوم 22 ديسمبر، البطولة هتبدأ يوم 12 إن شاء الله في مدينة أبو ظبي في الإمارات. معنا مكالمة مهمة جدا من ألمانيا من صحفي بموقع بونز ليجا علشان نتكلم معاه عن اخر الاخبار الموجوده في المانيا وبصفه عامه كمان عن جريده دير شبيجل الصحفي ابل علشان نتكلم معاه. مستر ابل ويلكم اون الاهلي شانل اند اتس ا بليجر تو هافينج يو اون اير. الو يا ثانكس فور هافينج مي. Yes, first of all, we want to speak about Arjen Robben, and he decided to finish his career with Bayern Munich this season. And I want to know from you, do you think that Robben will retire the football career this year, or we can see Robben and MLS and USA for an example? No, I think he very much wants to play another year. The problem is that it was never going to happen at Bayern because you know they were not going to offer him a new contract. But he's been, you know, as great as a player he has been, and I think he is somewhat unfairly not talked about as one of the greatest players in the last 15 years, not just in the Bundesliga but in world football. I mean, it's so dominated by Ronaldo and Messi, but Arjen Robben should be up there. So unfortunately for him, the last couple of years, he's been struggling with injuries and recovering. The recovery time from injuries has gone longer for him. So, you know, it's very clear at Bayern that they want to build a new team, and not, you know, many people thought that would happen from this summer, and then they postponed that to next summer. And he is one of the casualties, as is Franck Ribéry. So, yeah, and then there is news, I think, a couple days ago that Groningen in the Netherlands are potentially interested, but I think he will probably try to go somewhere where it's... Maybe Asia, or it will be USA. Yeah, I mean, I think, sure, yeah, the USA, or potentially even other countries, the Middle East, I'm not sure. I mean, he just announced this, you know, it's kind of one of those where he announced this... that he won't be playing at Bayern next season, but it's kind of something that everybody knew. He gave a great interview, and you know, somebody that I think a lot of people don't know as well, just because you know people remember his acting and his on pitch, but off the field, he's one of the better people in world football. So you know, I certainly hope that he will play. You know, and he's, you know, keep in mind, like, he's only 34 years old. Which, yes. You know, a lot of people think he's older than he looks. Yes. So he should have a couple of years. Excuse me, I will translate to the people in Arabic and I'll be back to you. سألت على روبن بداية قراره في إنهاء مسيرته مع فريق بايرن ميونخ، هل تعتقد إن ممكن روبن يعتزل كرة القدم ولا ممكن نشوفه في حتة تانية زي الدوري الأمريكي؟ قال لي روبن نادي بايرن هو عمل القرار الصح بسبب إن فريق بايرن مش هيمنحه عقد جديد. إصابات كتيرة جدا عطلت روبن مع مسيرته مع فريق بايرن، لكن هو عايز يلعب كمان موسم أو موسمين، سواء هيبقى موجود في اسيا في الصين او في اليابان او 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 هيبقى موجود في الدوري الامريكي. روبن عنده 34 سنه لكن شكله يدي اكبر، لكنه حابب ان هو يكمل مسيرته في كره القدم. واتكلم قال ان في لعيبه كتير ممكن تكون في نفس عمره بتادي بشكل كويس زي رونالدو وزي ميسي وزي ريبيري، لكن الاصابات هي اللي ليها العامل الاكبر في انخفاض مستوى روبن في الفتره الاخيره وابتعاده عن الملاعب معظم الوقت. مستر ابل اوسو اي ونت تو سبيك اباوت بايرن ميونخ and about Kovac, we all know that he is on the edge, and maybe he will get fired soon because the bad performance with the team. Also, we want to know what will happen with Bayern in the transfer window, whatever in winter or summer. Do you think Bayern Munich can sign
with a good quality of players that can join Bayern Munich this season, or he must wait until end of this season to start a new beginning? Can, but I don't think they want to. I mean, from everything I've read, and you know, in multiple press conferences from Uli Hoeneß and you know Karl-Heinz Rummenigge and German reports, 2019 summer is basically the transition time where they want to spend the money, and there's reports of 150 to 200 million euros that they're going to spend. For the winter, I mean, Alphonso Davies is the one who's coming in from the MLS. They already bought him. Mm. He has been training with the team since November, so so he will be a new addition. And there's, you know, people like Kingsley Coman have come back from injury. Thiago is back. Mm. You know, James is really the only long-term injury until he's so. So, you know, now that they will have enough people, you know, they need to get better performances. And they also, you know, Bayern are not the type of team who will panic spend and just, you know, just kind of give a lot of money in the winter for people that they might not think are a good investment. But, you know, there's a lot of targets that came up in the summer. I think Christian Pulisic was one. Yes. The biggest one was Frankie de Jong and Matthias de Ligt, although, you know, the news today was that Frankie de Jong is more or less agreed with Paris Saint-Germain. Mm. So, seems to be. So, I mean, the tough part for Bayern is that they are never really going to financially compete with, you know, the very top English or Spanish, because yes, it's just not how Bayern operate. They never spend 100 million. I mean, but do you think it is good to Bayern Munich club that he will not spend that money comparing by the City or PSG? Yeah, I mean, whether I think it's good or not is not really relevant. I mean, it's just how Bayern operate, right? Like they're you know, they are the ones who adhere to the 50+1 rule in Germany, and it's a different club model, right? So they're never, you know, I think they have stretched that to its limits because they are the third biggest club in terms of financial revenue and all the money they bring in from marketing. And you know, Uli Hoeneß should get all the credit for building the international business juggernaut in Bayern, and it's worked so far. And they're still able to get quality players. I mean, you look at, you know, Thiago brought in, or Lewandowski for free, and, you know, or even like Niklas Süle. I mean, these are people that are world-class players, or even like Joshua Kimmich as well. I think the coaching aspect is interesting, and that I wrote a lot about Niko Kovac. I was a pretty big fan of him at Frankfurt. It's just, you know, the problem with it is that he really wasn't the first choice. He was more like option C or D. And when, you know, neither Thomas Tuchel or Julian Nagelsmann were good enough, or, you know, the front office necessarily doesn't think that they're good enough. And I think that's the larger problem with Bayern. And I think the last couple of weeks also saw some news of, you know, Uli Hoeneß taking a step back, and there was talks of Philipp Lahm and Oliver Kahn, maybe, you know, younger generation of management coming in and taking over. So I think Bayern, you know, for the last couple of years, I mean, really, if it wasn't for Jupp Heynckes saving them, we would be talking about the crisis much earlier. So I think really since the Guardiola left, they are in a transition that they don't necessarily want to make, but they know they have to make. And I think they've been delaying that for the last couple of years. And you could see that with Ribéry and Robben and all those other players that are getting up there in age. And it looks like they have finally admitted that they're going to need to do it. And it probably is going to happen this summer. And, you know, I don't think, and it very much could be at the cost of sacrificing this Bundesliga season. طيب سألته سريعا عشان ألخص لحضراتكم الكلام اللي اتقال. أنا سألته على إدارة بايرن وكوفيتش وهل هو ممكن يتم إقالته في الفترة القادمة وإزاي ممكن بايرن يدعم صفوفه. قال لي بايرن بيرصد 200 مليون يورو لتدعيم صفوفه الفترة القادمة. كمان بايرن بيحاول أنه يعمل إعادة هيكلة في الإدارة باستخدام الجيل الحديث من لاعبي كرة القدم زي أوليفر كان وزي فيليب لام واستبداله بالجيل القديم. وكوفيتش من المدربين اللي كان في كلام عليه في الفترة الماضية، لكن الفترة الحالية هو موجود في مكانته. أنا بقول لحضراتكم إن يعني من برضو اللي أنا قريته إن كوفيتش ممكن
يعني في الفتره القادمه ممكن يتم استبداله بواحد من المدربين الالمان. هم حاولوا ان هم يجربوا اكتر من تجربه خارج الجنسيه الالمانيه، لكن هم مش بيكونوا مبسوطين زي جوارديولا وزي كوفيتش بينجح مع بايرن ميونخ المدير الفني الالماني. Mr. Appel, also very fast, I want to know about the Der Spiegel and what happened of documents they have. When do you think that Der Spiegel will release all this document? And do you think all of this document is really true? I think, you know, so it's an interesting story. I've actually, you know, talked a little bit about with their journalists, and it's one of those things where, you know, they are in possession of billions or millions of bytes or terabytes of documents. And I think the question of whether those documents were obtained legally is a difficult one. It seems like they probably were not. And I think there's been some news of the you know, the football leaks, and I think everybody kind of knows that the football leaks documents were obtained probably not the most legal ways. But you know, the difficulty is that there's just so much data and so much information that you know, from what I know, there's 18 journalists that are working around the clock to. You know, to deal with this information and to use it and to fact check it and to write it. But I mean, there's new stuff coming out every week. I mean, just this week they had the latest news in the Cristiano Ronaldo, yes, Catherine Mayorga, yes, allegations. And that was the interesting part from that, was that the latest news is that you know, the Ronaldo's defense team, the legal defense, yes, team, yes, is now. They have different versions of the questionnaire and how they are kind of trying to obviously make Cristiano Ronaldo look more innocent. And, you know, I think the Spiegel documents did a great job of exposing that or showing that what they've tried to do and, you know, how the statements from Ronaldo or the questions that he answered and his answers changed over the course of the investigation. So yeah, it's a developing story. I think it's probably the biggest story in football, in sports. It's just you know, I think the problem is that it's not necessarily in everybody's interest for this information to come to light. And you know, obviously, I think we can all figure out who has a lot to lose and who has something to gain necessarily. And you know, we will see. But I certainly. Kind of efforts on the parts of journalists, because I think that the job of journalism is to uncover these kind of things. Mr. Appel, Ms. Saros, thank you so much for being with me in the Al-Ahli channel. ده كان صحفي بموقع بوند ليجا فاناتيك علشان اتكلم معاه في كل ما يخص الكره الالمانيه. اخيرا سالته على الدير شبيجل والتسريبات اللي كان كل اسبوع بيبقى عندنا تسريب جديد من مجله الدير شبيجل، وكان مفاجاه بالنسبه لمتابعي كره القدم. سالته قلت له هل التسريبات دي صحيحه، وهل او متى هيتم تسريب كل ما هو موجود في الدير شبيجل؟ قال لي كل اسبوع بيكون في حاجه تتناسب مع الفعاليات ومع الاحداث اللي موجوده، واتكلم على رونالدو والقضيه اللي كانت مثاره ضده في امريكا في 2009، وايضا نتكلم كونه كواحد من الصحفيين موجودين في المانيا. ده السؤال اكيد اللي بيتم السؤال عليه من اي حد، امتى هيتم تسريب كل ما هو موجود في الدير شبيجل؟ قال طبعا سالته هل الكلام ده صحيح ولا لا، قال الكلام ده صحيح، ودليل على الكلام ده ان بيكون في قضيه رونالدو لما تم تسريبها، رونالدو خرج ودافع عن نفسه وفي محامين بيحققوا في الموضوع، وايضا كلام على راموس نفس الكلام ان هو استعان ببعض المحامين علشان خاطر يحققوا او يدافعوا عن الكلام اللي بيثار ضده. فكل ده كلام خاص بدير شبيجل. ده يعني اكتر الكلام اللي حاولت ان انا الخصه لحضراتكم من المداخله التليفونيه من المانيا. نروح بقى سريعا الى الفيديوهات والفقره المحببه لدى جمهور كره القدم، ونبدا من ليسا البنت الجزائريه صاحبه الاصول الجزائريه صاحبه الجنسيه الفرنسيه اللي تتالق في الملاعب كره القدم العالميه علشان تكون ضمن سيدات الفري ستايلر اللي بيمتعوا الجميع وبيذهلوا رجال كرة القدم. مش بيصدقوا أول لما واحد بيشوف مهاراتها، مش بيصدق، ورد الفعل بيكون غير طبيعي. تعالوا نشوف إزاي ليسا بتبهر لاعبي كرة القدم ونرجع نكمل معاكم. Hello. Marcus. Hello.
شوفه. اوف. Shiku. Try to catch the ball. Come on. Everything is zoomer. يعني شفنا ليسا شفنا المهارات واكيد الموضوع ليه علاقه ب يعني تدريبات شاقه جدا ويعني مش تدريبات بس دي متمكنه من حته معينه هي بتعرف تعملها وهي اصعب حاجه في كره القدم هي لغه الكوره الكباري. طيب زي ما شفنا جمهور بوكا جونيورز وجمهور الريفليت و يعني الحماس اللي كان موجود فيه قبل المباراه من جمهور بوكا جونيورز 50,000 متفرج من داخل الملعب. لو فاكرين ان هو ده بس الديربي اللي بيكون فيه يعني جمهور متحمس تبقى غلطانين علشان في دول اخرى ديربيات قويه جدا وجمهور متحمس اكتر من جمهور الارجنتين، مش بس موجود في المباراه او موجود في الملعب بيشجع فريقه، لا ده كمان الاجواء اللي موجوده والمحيطه داخل الملعب هي غريبه وجديده علينا في تدريب قبل المباراه. امال في الماتش هيعملوا ايه؟ ده اللي كان موجود في مباراة وجمهور جلاتا سراي قبل مواجهة فريقه مع فريق فنربخشة في الدوري التركي. مباراة فاينورد وايندهوفن واحدة من المباريات القوية جدا في الدوري الهولندي، لكن لما الجمهور يكون يعني ناصح ده طبعا حاجة غلط أكيد مش صح، مش بس الجمهور ده كمان الأولاد اللي بيكون معاهم كورة حوالين الملعب، زي ما احنا عارفين إن دايما بيكون في أولاد صغيرة بتبقى معاها كورة علشان لما الكورة تطلع بره يتم استبدالها بكرة سريعة وإيقاع المباراة يكون أسرع. وبالتالي في احد الهجمات اللي كان بيهاجم فيها فريق ايندهوفن على مرمى فاينورد وكانت هجمه خطره جدا جدا، جمهور فاينورد بيستفز الحكم ويستفز لاعبي ايندهوفن بالقاء كره ثانيه داخل الملعب، طبعا الحكم وقف المباراه لكن لقطه انا اعتقد ان جمهور فاينورد لابد من عقابه، انت جمهور موجود جاي تتفرج على المباراه فقط ما ينفعش ان انت تشارك باي شيء يفسد ما داخل الملعب. تعالوا نشوف ازاي جمهور فاينورد استفز وبوظ هجمه على فريق ايندهوفن ونرجع نكمل مع حضراتكم. المباراه الاخيره امام فريق ايفرتون وشفنا احتفاله المجنون بعد الهدف اللي جه في الدقيقه 96. الفيديو طبعا تم عقابه من رابطه الدوري الانجليزي وكان ليه تصريح مهم جدا بعد المباراة اللي بيعتذر فيه عن الاحتفال اللي بعض الجمهور شافوا فيه استفزاز لفريق ايفرتون، ومش من المفترض ان لاعب او مدير فني بحجم يورجن كلوب يحتفل بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. هنسمع ونشوف يورجن كلوب اتكلم قال ايه بعد المباراة. نرجع معاه بعد الانتقادات اللي وجهت ليه بعد احتفاله المبالغ فيه بعد الهدف اللي تم احرازه من قبل فريق ليفربول في الدقيقه 96 في ديربي الميرسيسايد ما بين ليفربول وايفرتون. ناشئين نادي اياكس امستردام اكيد من المدارس المميزه جدا في
تصعيد ناشئين ويعني ان هم بيخرجوا لعيبه كره قدم على اعلى مستوى. وشفنا نماذج كتير جدا جدا جدا. هو اقوى نادي في هولندا ومن اقوى الانديه اللي موجوده في اوروبا اللي خرجت مواهب للكره العالميه. لكن احتفال الناشئين اللي عندهم 9 سنين و10 سنين بالشكل اللي رونالدو بيحتفل عليه اكيد ده طبعا شيء يعني واضح جدا ان لكل لاعب كره قدم حتى لو ناشئ لمثل اعلى. تعالوا نشوف ازاي ناشئي فريق اياكس بيحتفلوا بعد احرازهم بالاهداف. نرجع لحضراتكم من جديد. بره عندهم سياسة الانتقاد أو سياسة الهزار يعني بيتقبلوها، كل نادي بيتقبل الهزار من الفريق المنافس. بعد مباراة أرسنال وليفربول وتوتنهام واللي انتهت بفوز أرسنال 4-2 بعد ما كان توتنهام متقدم 2-1، أرسنال بينجح في الفوز بأربع أهداف مقابل هدفين، وأرسنال في تطور تام مع يوناي أمري. لكن بعد المباراة أكيد طبعا المواقع التواصل الاجتماعي عملت فيلم كرتوني علشان يشرح اسباب فوز ارسنال وتوتنهام وازاي ارسنال فاز على نادي توتنهام في ديربي لندن او ديربي شمال لندن زي ما بيقال عليه في انجلترا. فنشوف ما هي الاسباب اللي ادت الى فوز ارسنال من خلال فيلم كرتوني دمه خفيف جدا هنعرضه لحضراتكم. أردني أو قبل ما الدوري الأردني هنتكلم على انضمام ديفيد فيا لنادي فيتسر كوبيا الياباني علشان يلحق بفودولسكي وإنيستا في النادي الياباني. وزي ما حضراتكم عارفين أن ديفيد فيا كان موجود في الدوري الأمريكي لكن هو شايف أنه لسه عنده سنين تانية يقدر أن هو يلعب فيها وفي نفس الوقت يعني يجمع شوية فلوس كده حلوين مش هيخسروا. فانضمام ديفيد فيا لنادي فيصل كوبي الياباني تم خلاص، وبالتالي هنشوف ونتابع ازاي تم الاعلان عن الصفقة من خلال فيديو بالموقع الرسمي للنادي. الدوري الأردني وحكم الراية وموقف طريف جدا مع حكم الراية أثناء تحكيمه أو مشاركته في مباراة خاصة في الدوري الأردني. لكن تعالوا نشوف ايه اللي حصل مع حكم الراية لما الكرة خرجت بره الملعب. كرة مقولة من الطرف الأيمن صافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة. هنا الكرة الأخيرة التي طالت طبعا أمام شادي الحموي فعلا تجاوزت، لكن المثير أن حكم الراية هو رفع الراية وبعد ذلك يناظر وين الراية وين راحت. هي سقطت. المساعد الأول أمامنا محمد بكار انكسرت الراية خلاص جيبوا له واحدة ثانية. الدوري الايطالي وحفل جوائز التوزيع اللي كانت في الاسبوع الماضي واللي حصل عليها بعض اللعيبه اللي كانوا موجودين في الموسم الماضي حتى اللي انتقلوا الى دوريات اخرى زي اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول حصل على جائزه افضل حارس مرمى في الدوري الايطالي الموسم الماضي، ايضا ايكاردي وحصوله على افضل مهاجم في الدوري. تعالوا نشوف جزء او جانب من حفل توزيع الأفضل في إيطاليا ونرجع نكمل مع حضراتكم. الدوري السويسري أكيد من الدوريات اللي لعب فيها لعيبة مصرية زي محمد صلاح والنني وكهربا، وكمان يعني من الدوريات اللي بدأت تشارك في دوري الأبطال وكمان في اليوروبا ليج بشكل جيد جدا. لكن نادرا لما بنشوف
هدف رائع وهدف مميز في الدوري السويسي. على طول لما بنشوف حاجة مميزة في دوريات مش عليها العين أو محدش مركز معاها بنجيبها لحضراتكم هنا في وورلد سبورتس علشان تتابعوها وتتفرجوا عليها معنا. فهنروح ونشوف ونتابع مع بعض أفضل الأهداف اللي تم إحرازها في الدوري السويسري هذا الموسم مع حضراتكم. باقي الفيديوهات وباقي الأخبار اللي موجودة معانا هنا على قناة الأهلي، ما تروحوش في أي حتة علشان نروح لفاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم باقي الوقت مع حضراتكم. معانا اقل من 10 دقايق لكن سريعا هناخد باقي الفقرات. وجود سكولاري واحد من اعظم المدربين اللي جم في تاريخ البرازيل في الدوري البرازيلي وتحقيق الدوري في مع فريق بالميراس، لكن لعيبه بالميراس كان ليها رد فعل مع اول مؤتمر صحفي لسكولاري بعد اعلان فوز فريقه بالدوري. تعال نشوف ازاي لاعبي بالميراس احتفلوا مع سكولاري بعد المباراه. وده جزات اي مدير فني بياخد بطوله الدوري بره مصر في اوروبا وفي اي حته ثانيه، لكن في مصر الكلام ده مش هيحصل. ممكن مدير فني يوقف اللعيبه كلها. نيمار ومبابي اكيد طبعا ثنائي قوي جدا وثنائي من اخطر الثنائيات اللي موجوده في ملاعب كره القدم، لكن هل هيستمر ولا لا؟ دي حاجه محدش يعرفها غير ربنا او رئيس نادي باريس سان جيرمان، لكن الاثنين في الغنى حاجه فظيعه جدا وكمان مقالبهم بتبقى مختلف. تعالوا نشوف ازاي مبابي ونيمار بره الملعب ونرجع لحضراتكم تاني. يعني اكيد دمهم خفيف جدا واكيد مقلب، يعني مقلب مش هيعدي على مبابي في المره اللي جايه ولازم هياخد حقه. فاحنا هنتابع لحضراتكم لو اخد حقه لازم هنعرضها علشان ندي نيمار ومبابي كل واحد فيهم حقه. لكن الدوري امل اس ودوري امريكا زي ما اتكلمنا في الدوري السويسري وان اي هدف يكون بره الانظار مميز بنجيبه لحضراتكم. نفس الشيء في الدوري الامريكي وهدف رائع جدا من افضل الاهداف اللي موجوده في الدوري الامريكي. انا قلت من افضل الاهداف عشان زلاتان ابراهيموفيتش ما يزعلش، ان هو اكيد مسجل احسن او يعني احسن هدفين اتسجلوا في الدوري الامريكي لحد دلوقتي. لكن الهدف اللي هنعرضه لحضراتكم حالا هو من امتع الاهداف اللي جم في الام ال اس في الموسم الحالي. هنتابعه معاكم ونرجع نكمل باقي الفقرات. كلنا شفنا وتابعنا في كره القدم ازاي ممكن لاعب كره قدم يضيع وقت، لكن الجديد هيحصل او بيحصل في ملاعب امريكا الجنوبيه عن طريق سيارة الإسعاف. تعالوا نشوف إزاي لاعبي كرة القدم في الملعب بيهدروا الوقت ونرجع نكمل مع حضراتكم. كالعادة مارادونا بيبهرنا من جديد تاني في الملاعب المكسيكية، موجود في دوري الدرجة الثانية لكن بره الملعب وفي التدريب مارادونا عنده حالة مختلفة، عنده حالة مختلفة في التعامل مع الجمهور، عنده حالة مختلفة في التعامل مع الحكام واللي أدت إلى طرده خارج الملعب. لكن هل مارادونا هيسكت وهو خارج؟ ده طبعا شيء مش متعودين عليه من مارادونا، فإزاي هنشوف رد فعل مارادونا من خلال الفيديو. O hacer de plano ya una reclamación más fuerte, puede caerle varios juegos de suspensión. De entrada, la final de vuelta Diego Maradona la verá desde la tribuna del Alfonso Lastras. Y sigue diciéndole algo al árbitro a Poncho Sosa. Está Poncho Sosa directamente con Sosa. A Poncho ya le había dicho antes, le vuelve a decir. Y lo que está muy mal de Diego es que se meta al campo. Que reclame, claro.
está ya mal, de acuerdo a cómo lo haya dicho, ¿no? Pero que se meta al campo. No, y que se ponga así con Sosa. A ver qué dijo Sosa, que después se mantiene tranquilo como debe hacerlo un técnico en esos casos. No veo falta yo tampoco en la jugada. No recibe bien Angulo, ¿no? Entre el hombro, el pecho, le mete con la marca encima. Hay un contacto final después de que logra primero tocar la pelota Angulo, pero hasta donde vimos, no para falta. Se va ovacionado Diego Maradona. Sí. Mira, vean nada más. Ahí la salida de Maradona. Levanta los brazos y le avisa a todo el estadio que hay que aplaudir. Y el estadio lo sigue, ¿no? Esto que increíblemente ha logrado Maradona en este país. Es un reclamo directo, primero al cuarto oficial y después lo que hace Maradona es reclamar de forma directa a Poncho Sosa, porque de acuerdo con el argentino, algo le habría dicho el técnico del Atlético San Luis en esa intervención, que era un reclamo al cuarto oficial por un penalti que él consideraba que no se le había señalado a su equipo. Sí, se pega en el pecho, voltea a ver a la tribuna, la gente le aplaude. خلصنا مع حضراتكم الفيديوهات، نروح سريعا الى جداول الدوريات ونبدا بالدوري الانجليزي. طيب نبدا الاول بالمواجهات اللي كانت في الجوله الاخيره سريعا، وبعديها ناخد الجداول. نروح للدوري الانجليزي ونبدا باهم النتائج اللي كانت موجوده في الجوله الاخيره. طيب هنبدا بويست هام مع كارديف 3-1، وبورنموث مع هادرسفيلد 2-1، وبرايتون مع كريستال بالاس 3-1، واتفورد مع مانشستر سيتي، فوز مانشستر سيتي 2-1، ايفرتون ونيوكاسل 1-1. طيب فولهام مع ليستر سيتي 1-1، وليفربول على بيرنلي 3-1، وتشيلسي و وولفرهامبتون 2-1 لولفرهامبتون في مباراة قوية جدا، ومانشستر يونايتد 2-2 مع أرسنال، وأخيرا توتنهام بيفوز 3-1 على ساوثهامبتون. دوري الإيطالي وأهم النتائج، سبال أو هناخد أهم المباريات. يعني فيورنتينا بيخسر 3-0 من يوفنتوس، وبارما وميلان بيفوز 2-1. طبعا روما بيتعادل 2-2 مع انتر ميلان، ونابولي بيفوز على اتلانتا 2-1. نروح الدوري الاسباني واهم النتائج اللي موجوده، فالنسيا بيخسر 2-0 من ريال مدريد، و اتلتيكو مدريد بيتعادل 1-1 مع جيرونا، وبرشلونه بيفوز 2-0. نروح لترتيب الجداول الدوري الانجليزي ونشوف اهم الترتيبات اللي موجوده. مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي على الصداره، يليه فريق ليفربول في المركز الثاني، وبيبدا يعني السيتي في الاول 41 نقطه، ليفربول الثاني 39، وتوتنهام 33، وتشيلسي 31، ارسنال 31. الدوري الاسباني ونشوف برشلونه 28، اشبيليه 27، هو اتلتيكو مدريد 25، وديبورتيفو الافيز 24، واخيرا ريال مدريد 23. دوري الايطالي يوفنتوس 40 نقطه في المركز الاول، 8 نقاط فارق بينه وبين نابولي 32، انتر ميلان 29، واي سي ميلان 25، واخيرا لاتسيو 24. الدوري الالماني بروسيا دورتموند 33، بروسيا مونشن جلادباخ 26، لايبزيج 25، بايرن ميونخ 24، واينتراخت فرانكفورت 23. الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان متربع على القمه ب 44 وليل 30، مونبلي 29، وليون 28، ومارسيليا 26. وصلنا لختام حلقه اليوم من وايز سبورتس على قناه الاهلي، نشوفكم ان شاء الله على 1000 مليون خير يوم الجمعه في نفس الميعاد الساعه 5 على قناه الاهلي. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.